Hein? Ben c'est bon, vas-y, sirahitim. Rouha la mer tafni ou dan. Vas-y, vas-y. Donc, en effet, j'ai l'émission à Rachinef. Les divergences militaires, mais les divergences qui Europa à la salle, le Hirak Chavé. Donc, à Kilmardari, je vous mets Sim Mustafa. Il y en a dans des séances à les différences militaires, on a été gros par rythme sur les différents problèmes. Donc voilà, on attend un petit peu de monde et puis on va démarrer. Donc il va vous apporter un petit éclaircissement en rifin pour voilà comment il voit les divergences Hirak Europe. Mais je pense qu'au final, voilà, nous les rifins d'Europe, il faut qu'on s'organise d'une manière ou d'une autre. Donc بعد خصنا انا في الحل يجينا في الحركه جروبا باش نخدم مره دونك واخا محمد جي الحاري خصنا نخدم مره يعني نش باش تي الشغل الراي الشخصي ولكن روح هذا اكدنا ديال مصطفى باش السي مصطفى باش هذا نيوشينا الراي ناس نشنين نشمك تواري غينا بيرسونيلمون يعني نشوي دار بكل شيء نخدم مره واخا تمسكر شي يعني اللجان وتمشي كان شي جناف يعني واخا نيتي الاشخاص واحد سن جمعني وذان نيتي اللجان يعني نهار تحياتي ثما تحياتي ثم محسن شحف الله تعالى الزول ولا النازل نهار راني في اجنا البرنامج خينا خ انك تيجي البرنامج خ يعني خ تخويني توقي عن ذاني تا خ خ خ خ ذاني تي جروبا دونك باش نبدا دونك كي السي مصطفى انت معروف بالنضال تما زق الايام زق ايام لافاك يعني النضال يعني اي لا جوستيس يعني ما يمجى لا فورم لانجوستيس يتاكات تما ضد نينات جميع محمد قال حقرا ضد ولكن نهار غادا غني سبليكار ما معنى ان الموقف الشخصي الموقف الشخصي ان مكتوري تشك نهار الخلافات دانيتني توقع عندك اوروبا المستوى اوروبا ممكن توري تشك الخلافات نرجع شويه توقع حتى واخا نرجع شي حاجه غادا تفن المهم راجع أدات مش حاجة يو ذا المهم أنا أنكم ما صدق قلي ميسو يا ثاني تايا يو شو عثمان؟ وي عثمان غادي انت سمح لنا من الاخوان منا غادي تفيا تفيا كنا شي حاجه يوجد باش انا باش نكون مصاف ولا دونك حول ما امكن الطرق غي سير الظاهره التخوين نحاول ما امكن نبحث الجذور من خيط بازا الفكر التخويني لان هذني جذور إيديولوجية، جذور نفسانية، جذور انطباعات شخصية لغالب الأحيان. الاختلافات من طبيعة الحال ضرورية تيري. اختلافات عبر التاريخ رجعنا اختلافات. ولكن ما يلاحظ أن الانتفاضات اللي وقعوا في كل شيء رجعنا منسجم. رغص انسجام تام. حقني وحق الاهداف نسنوني حاجه اخرى موضوع النظم ولكن ما يلاحظ حراك الريف من الجاروخ اختلافات وتخوينات بزاف ويتهاجموا
كل شيء يستغل الهفة الهفوات المنظم الإنسان طبيعي يخضع أخطأ كل شيء خطأ ولكن من تلاحظ وهو أن الخطأ أن يستغل في بنادم باش يتنادم تحاول ممكن الزكسني أخسن هجم باش يتنغضر التخوينات المصادرين متعددة هناك من يهاجم اليسار اليسار أحيانا يهاجم الجمهوريين الجمهوريين قنغاري بين قوسين لأن الفكر الجمهوري خص نقاط استفهام بزاف هناك هجوم عود من إخواننا ديال الحركة الأمازيغية كذلك يهاجمون إذن هجومات متعددة من تيارات متعددة الحول ما أمكن الهجوم نطرق الهجوم الإخوان الجمهوريين خما يسمى بالخازوماشوقية أولا الخازوماشوقي ما المقصود قارو خذوني السؤال شو هذا جديد نعرف لأن من الخازوماشوقيين شعذرو وقماد فما غير يعني وني ما تيار مزيز قصد الطيال هدام ولكن فين الهدف نسن زعمات تبخيس الجهود الطيارة واني أقل يقارك الخازو ما شوق الإنسان اليساري وريوشي والو قيل المغرب وريوشي والو وريحقق والو دكاكين يعني روخ دكاكين ونزمرا نعمم لأن ذني دكاكين باقن خدم تحت السياق المخزاني نقا معروفين الدكاكين بعد مفهوم الدكان أصلا مفهوم يساري مفهوم الدكان السياسي مفهوم يساري أول من أطلق هذا المفهوم هم اليسار سمحي رقم خمين قارد دكاكين يعني نشي نروح نتصور التنظيمات السياسية التنظيمات السياسية ولكن شي نتصور في المغرب ولكن المغرب واش داكشي الأحزاب الدنيا غني غير اليسار لازم أحزاب مخزنية من أقا يعني أحزاب مخزنية وأحزاب مضدن عوال وخدمشي تحت الثقافة النظام المخزنية قنا برا خدمنا برا خمين قال اليسار قال المغرب هذا لا يعني وان يقع حزب اليساري تش يرزو هذيك ثورة اشتراكية نقبل شوفية نغسنا ميذ نغار بطنق لا حاليا اليسار كل ما يريد أن يحققه كل من يرزو يحقق رزو كل شيء يتحقق من يرزو اليسار المغرب مطالبين سليبرالية المرحلة يعني حد الآن مطالب ديمقراطية يعني دينا المطالب نحقق الغرب ديمقراطي ذنقاق الغرب مثلا الطلب الدستور غير ممنوح واش كنا اتفقنا شي داك سي جمهوريين ديالنا غادي مزيغ منهم من معنى رخمين قر رجعتك مرات الفكره من بعد تقطع بين الفكره على خصك مرات شي رخمين داك قال الانسان اليساري الرزو غادي فصل الصولات واش الانسان الجمهوري اقصي تورا كاين فصل الصولات كاين مغرب واش وانا مطلوب يتسمى اشتراكي رخمين قر استقلال القضاء واش واني لا يهم الانسان الجمهوري غادي الحركه الامازيغيه أرخمين قار مثلا تحديد صلاحية العمال والولات في المغرب باعتبار أن الولات حاليا ذنثين يتحكمن في كورشي العمالات والأقاليم بينما المنتخب مجرد يتسمى بيدق طعيار نزاكس واش مطلب واني نقرس قام مطلب أخذ هما شوقي قارك لا قال يسار مطالب ناس المطالب ناس عروبية قريت جا عروبي خمي ذا يتقرض عروبي مطالب اليسار عروبية واش ذا يعني الانتفاضة 84 الحركة التلامذية سيطر خص اليسار في السبعينات نغ الانتفاضة 81 قد دار البيضاء نغ السجون الحسن الثاني اليسار في المغرب السجون السرية والغير السرية التعذيبات اللي اعتقالات واش ان الحسن الثاني راه يتعدى بيتعتقل من اجل الشرق من اجل العرب لا راه تمس الناس النظامين راه تهدد النظامين روخانش حاليا السؤال شو هذا كنيغ لان ما مزيانه تعقبت شي حاجه التاريخ الميه باش يوذن يعني تعقبنا ريبونت ثني ولكن روخا كي دماغ روخ غير وقت ثاني تي بزاف ديال حنجيان ثاني تي جروبا يعني وتعقير شي خر وقت ثني فما ذني غلا اذا روخا مخميدي تاس بنادم وخا يبقى نهار يعني الدكاكين السياسيه في مثال الدكاكين السياسيه ثاني تي لا المغرب نقدر ثاني تي قالناك الدكاكين
يعني نهار ميك داسلو شي الفرصة غي تسمى وكسين فين عاشين زنزن القضية. بالنسبة للخيانة مش مكت وريق أي حركة حركة لها خوانته وذن الحركة الأمازيغية وغرس نقول خوانة رخبو كوس النادي ولاني نخدم نقل معاد الملكي اني وخص نتسيوى شي اني الحركة الأمازيغية زعمان فنين أولياء الله الصالحين أدنى سر أريو 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 ضن ضن جي جمهورين زعموا غرسن بقول خوان النهائية أخلي دي جمهور غرسن من اللي لي كل لي كل حركة لها خوانتها ولكن الإنسان حينما يخون جن الحركة غير الطيار ورقم على تحسب الطيار نصفي فغز الطيار يعني فغسي وقم شيء تحسب يعني في قرن الدكاكين نعم الدكاكين شقي كيف متفق لا للدكاكين ولكن هذا لا يعني لا للتنظيم لأن يخصنا نميز ما بين الدكاكين يخدم من تحت السقف المخزني تحت الدستور المخزني تحت السقف المخزني والتنظيمات الممانعة حاليا نتنظر من أجل مغرب ديمقراطي من أجل الديمقراطية الدكاكين خميرة كي قال لا للدكاكين الفكرة يمين كشي ذاكي نزيكس لا للتنظيم لأن علاش التنظيم لا للتنظيم لأن التنظيم ذاكس تحديد المسؤوليات لأن التنظيم ذاكس العمل الجماعي التنظيم من ذاكس ذاكس التناوب الزمان بينما لا تنظيم يكرس الزعامة تكرسك الزعامة يتدورك الزعيم يتشكل فتوى من غيني ذوني انت من ذاكي قال لا الدكاكين يتشوش ديارين تاوني الزعيم الني يتحكم ذاك وفق المزاج الشخصي يعني التنظيمني يربط الشخصانة ورقم يربط أي تنظيم الشخص يتصبح التنظيمني مهدد بمجرد الشخص نيسي وقع شي حاجة بينما التنظيم لا استمرارية الزمن يعني التنظيم أرقى ما أبدعته البشرية وهو التنظيم غير أنك التنظيم يعني الزعيم يتشاهي قيمة التوصفي أخي ذاك يقار مثلا القدافي من تحت الزبخانة غير ما تتقار شيء من هو يتشي ذا قيمة الزعيم وتتقطر في الكرسي بينما التنظيم غاك مثلا توش تدي كونت أغوند من كل ست شهور باغ اكزومبل أفغ جنت نضنا دياري انت لا يتشي ذا قيمة دين أكدي تيش الفتاوى أخذ دقا نزران يرى لابويا يفرن لا يتسمى ولكن قدسة فينش توريخت ذاك الشحنة القدسة لأن الله تنظيم إهانة غير قدرة الشعب السلطان الشعب الشعب جي تتخرق انت في الزعيمين سمي وخصفارات شيش كيخفيني يعني الزعيم إعادة الاستبداد بطريقة شرعية تريد تسمى لديكتاتور سيجن طريقة ليجيتيم فهمت؟ هو فهم يعني اش تقارض بانما نهار ما رانو شاغ لان كورشي لي بوفوار يجنب نادم غادي يحكمن يعني نتعقب دارينا نفس المشكل نمشوش نحلف ولكن قرات في قناه الحراك الشعبي يعني نشين دوخا مين داغ عند مين داغني هي من فطار نهار هو الحراك الشعبي يعني كورشي قراك من هيك السياق الحراك الشعبي هو دونك الحراك الشعبي يا موجد يساغ يتسمى موجد يخريق موجد سجين القيادة النينيس موجد سجين قناك المهم ذني بعض النينات قناك لا للدكاكين سياسة نترى قد المغرب لو خانشينا قنغ ذا نتي جروبا يعني نش حتى نشاقي ذا نتي جروبا ذني تربع ذي وذن قناك في مثال ذا نعقبتها اللقاء نين فروكفورت نغا التنسيقية الأوروبية بزاف ذي وذن هاجم انتيد لانما اننا كيتسمى كل مكان من يتجري تسمى ما يتمني وذننا التنظيم يعني خصنا فوالا وفتفني المشاكل يعني وبرشا قينا في الحراك الشعبي قينا في لو ريغلومون قينا في لو ريغلومون الحراك الشعبي لو ريغلومون الحراك الشعبي يعني مره